السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في قناة عيش الكوكتيل المصري. لو أنت من زوار السوق أو بتنزل السوق على فترات، أكيد خدت بالك من الرجل الطيب أستاذ محمد السيد. أستاذ محمد غاوي بغبغانات متكلمة ومتواجد تقريبا كل جمعة في سوق السيدة عائشة. من الحاجات الجميلة اللي لفتت نظري إن أستاذ محمد لو جاله حد، أي حد حتى لو ما يعرفوش، وطلب منه يتصور مع أي بغبغان من المتاحين عنده، الراجل بيتفضل مشكورا وما بيرفضش وما بيزعلش حد منه. النهاردة أنا عملت فيديو معاه، هنتكلم مع بعض عن البغبغانات المتاحة وأسعارها برقم تليفون الراجل المحترم أستاذ محمد السيد. ياريت اللي أول مرة يزورنا في القناة يخش يعمل دلوقتي حالا اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصله فيديوهات قيمة. يلا بينا نشوف الفيديو. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله، معانا أستاذ محمد السيد هيتكلم معانا عن البغبغانات المتاحة سواء در أمريكي أو إكليتوس أو زنجباري. اتفضل. السلام عليكم. حضرتك الأمريكي اللي على كتفي دوت عمر 2.5 سنين، عامل 8000 جنيه بيقول 15 كلمة. بالنسبة للوري عمر 4 سنين، ولد معاه تحليل، عامل 6000. اليولي مكاو يولي كلر عامل 8000. ده ولد ولا بنت؟ ولد ان شاء الله. الكليكتوس ده ولد عمر 4.5 شهور، عامل 10000. نتايا عمر 4 سنين اللي تحت متكلمة، دي متكلمة كلام مفتوح، عاملة 10000 برضه. بالنسبة للزنجباري، طب ده عمره قد ايه يا استاذ؟ انهي؟ ال دوت لسه، ده عيل صغير عمره 4.5 شهور. 4 شهور ونص. النتاية اللي تحت 4 سنين. بالنسبة للزنجباري عمر 2، ولد جامبو عامل 14000. ده فصيح الكلام، مفتوح، كلام مفتوح. بس ده مش اصل السيد يا استاذ محمد. لا لا، سيد ده حاجه تفريق اصلا، تفريق فرخ مصري. تمام، بيتكلم يقول لك استاذ محمد. تتكلم كام كلمه؟ لا ده كلام مفتوح ما شاء الله، بيعد. ممكن بس حضرتك تقول رقم؟ 012-47-39-085. الشارع. شكرا جدا يا استاذ محمد. السلام عليكم. بالنسبه للمكاوي، يعني المكاوي ده